بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في الجزء الثاني من شرح التايمر. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن التايمر وأجزائه وأنواعه، واتكلمنا عن الميكانيكال تايمر. في الجزء ده هنتكلم عن الإلكتروميكانيكال تايمر، وأنا لقيت إن من الصعب إني أجمع بين الإلكتروميكانيكال تايمر والإلكترونيك تايمر، سواء من ناحية الوقت أو من ناحية أهمية الموضوع. عشان كده هنخصص الجزء ده للإلكتروميكانيكال تايمر فقط، وهنأجل التايمر الإلكتروني للفيديو القادم إن شاء الله، لأن الإلكترونيك تايمر مهم جدا ولازم يكون متخصص جزء لوحده، ويمكن كمان يكون جزئين. نبدأ على بركة الله. أشهر النماذج للإلكتروميكانيكال تايمر اللي هو تايمر ال 24 ساعة، واللي هو بيحتاج لإلكتريك باور علشان يشتغل. هو بيبقى فيه موتور داخلي بيحتاج الباور سبلاي عشان يشتغل، والجزء الريلي موجود نورمالي كلوز ونورمالي اوبن. بيستخدموه عادة في إنارة الشوارع للتحكم فيها، إنها تفصل بشكل أوتوماتيك بالنهار وبتشغله بشكل أوتوماتيك بالليل نتيجة لضبط معين، برضو هنشوفه بعد شوية. كذلك أنت ممكن تستخدمه حتى في بيتك لو أنت عايز توفر باور وعايز تشغل دفاية بالليل بس لو الدنيا ساقعة، فبتشغل بتجيب تايمر زي دوت وبتشغل الدفاية عليه، بحيث إن أنت ما تنساش شغل الدفاية. بتقوم الصبح بتروح شغلك بتنسى، لا هي بتفصل اوتوماتيك وبتوفر لك الباور بتاعك، وكمان تمنعك من ان يحصل كوارث من كتر ما الدفايه شغاله. كذلك بيشغلوا الاي سي عليها، نفس الحكايه على التايمر ده، بيشغلوه وقت معين بالنهار لو انت عايز مكيف بارد بتشغله بالنهار وهكذا. قد حتى كمان في اناره الزينه لو انت عايزها بشكل ربع ساعة وربع ساعة، ده يتظبط عليه، ممكن تنور نص ساعة ونص ساعة لمبات ملونة بشكل معين بحاجات زي دي بتشغل عليه. زي ما هنشوف احنا كمان شوية ازاي بنظبطه وازاي بنستخدمه، ونبدأ ان احنا ناخد السيجنال بتاعته عن طريق الريلي. ده الالكتروميكانيكال تايمر، ونبدأ ان احنا نتعرف عليه بيتم ظبطه ازاي وبيبدأ بيشتغل ازاي. نبص الاول للباور. واحد واثنين بتاخد الباور بتاعنا ايا كان، بيبقى مكتوب عليها اذا كان ب 110 فولت 220 فولت. هنا علامة الموتور، لان احنا زي ما قلنا ان هو جوه موتور شغال، وبيبقى معاه تروس زي الساعة بالظبط، وبيشتغل بيتحرك من واحد لحد 24. بالنسبة للريلي بيبقى عندنا تشانل 1، يعني ممكن يكون في عندنا تشانل 2، يعني معناه ريلي 1 وريلي 2 وريلي 3، لكن اللي احنا عندنا هنا هو تشانل 1 فقط، وبيبقى نورمالي كومن هنا في النص، وبيبقى نورمالي كلوز مع الطرف ده ونورمالي اوبن مع الطرف الثاني. من المهم جدا ان احنا نعرف ازاي التايمر ده بيشتغل، وده بيعتبر يعني بالنسبه للبعض صعب شويه. احنا عندنا هنا بعض الحاجات التوضيحيه اللي احنا لو فهمناها هنعرف ازاي نظبط التايمر ال 24. اول حاجه بيبقى عندنا السهم ده. السهم ده بيدل على التوقيت الفعلي، يعني لما نيجي ندخل التايمر ده للخدمه ونبدا نفعله ونوصل له باور، بيبقى التوقيت اللي احنا بنوصل فيه باور بيبقى قصاد السهم. يعني لو الساعه 9 بالليل هيبقى 21 هنجيبها قصاد السهم، لو الساعة 10 صباحا هيبقى الساعة 10 هنجيبها للسهم، لو الساعة 10 مساء 22 هنجيبها للسهم. يبقى موجود هنا، ظبطنا التوقيت خليناه مطابق للتوقيت الفعلي لوقت دخول التايمر للخدمة. طيب ايه الحاجات دي؟ عبارة عن الحاجات دي، هي رسمها، هي عبارة عن بيسموها ريشة او بيسموها زي ذراع للترس. ده لما بتطلعها للاتجاه ده يعني بمعناها بتخليها 1. يعني ايه 1؟ هي دي سويتش؟ لا، هي دي بالسويتش، لكن دي عباره عن ذراع. لما يجي الساعه او الموتور يدور بيعدي على السويتش فبيديله اون. فلو 1 2 3 4 5 6، يعني 3 ساعات دولت لو رجعتهم لورا ولفيت لحد ما جه عند السويتش يبقى اون. مجرد ما يبقى اون بيغير الكونتاكت بتاعه الريلي وبيغير الاوت بوت بتاعه ويبدا يشغل الحاجه اللي انت عايز تشغلها، سواء اناره او اي حاجه او بامب او حاجات معينه يعني. طيب لو هي اللي ورا هيبقى في الحاله ديت زيرو، يبقى انت لو ظبطت انت هنا واحده ناحيه ال1
وواحده ناحيه الزيرو، يبقى نص ساعه ونص ساعه. يبقى انت عايز مثلا تشغل اناره الزينه، يبقى نص ساعه ونص ساعه، يبقى واحد هنا وفوق، واحد ترجعه ناحيه ال1 وواحد للزيرو، واحد ناحيه ال1 وواحد ناحيه الزيرو. وبالتالي لما يجي يلف يبقى اللي هو ناحيه ال1 هيعلم على السويتش بتاعنا او الريلي، الكونتاكت بتاع الريلي هيغير، هيبقى اون، يفضل يعدي لحد ما تمر النص ساعه، هيكون عدى على التاني اللي هو زيرو، فاتت الدوت، ويبقى الزيرو دوت هيجي جاي فاصل يبقى اوف، وهكذا. هي دي طريقه العمل الداخلي للتايمر. طب عشان احنا ندخل التايمر دوت في الخدمه ونشغله طبقا للتايم بتاعنا، يبقى لازم السويتش ده او الزراع ده او الدي يعتبر سويتش داخلي بنجيبه على توقيت الساعه، يبقى انا عايزه يشتغل طبقا للساعه. لو انت خليته على فوق على طول هيبقى الكونتاكت النورمالي اوبن، هيبقى كلوز على طول وهيشغلك وينور لك على طول بدون الرجوع للتايم. لو انت خليته زيرو على طول هيبقى زيرو على طول، وبرده هيشغل لك بدون الرجوع للتايم وعلى طبقا للنورمالي اوبن او النورمالي كلوز. لكن لو جبته على الساعه هيبقى شغال طبقا للتوقيت الزمني اللي انت مظبط عليه، بحيث ان انت تعدي وتفضل تلف تعدي على السويتش، اما انها تنقطه اون لو هي بره او تبقى اوف لو هي للداخل. كده نكون اتكلمنا عن الميكانيكال تايمر والالكتروميكانيكال تايمر. الفيديو القادم ان شاء الله هنتكلم عن الالكترونيك تايمر، انواعه وهي كتيره جدا ومتعدده، الاوبريشن مود وهي ايضا كتيره جدا ومتعدده. تابعونا، اللي جاي مهم جدا، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصل لك كل جديد. اتمنى تكونوا استفدتم واستمتعتم بالفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.